السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كريم، دي صار لك ما شفت أمك؟ صار لي 5 سنين ما شفت أمي. 5 سنين لك و... ها شفت أنا من ولا ما تعرفني أنا ضيع. هلا بس شوفني ضيع. وهذا ابني شبنا من الثورة شبنا. طلع علينا شو صار حالنا. وين أمك؟ الشام. الله يجمعك فيها يا رب. آمين. دي صار لي ما شفت أمي. أمي مسوي مزرعة على الأردن. حاولت أطلع لعنديها ما قدرت. بس لا حول ولا قوة. هذا الوضع ما خلانا هجرنا وبعدنا عن أهلنا وحصرنا الأم. الأم الواحد ما يقدر يستغني عنها. أخوي صار لي ما شفت أمي 3 سنين و4 أشهر. وبوجه لي رسالة إنه تفرح لشهداء سوريا الأحرار. وإحنا بعون الله بننتصر وبنشافي الجرحى. كل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير. نعود عليكم بالسالم. السلام عليكم. كيفك هاي؟ بدي احكي بس بمناسبة قرب عيد الأم. شو حصل لك ما شفت أمك؟ والله صار لي من الصبح. بس أمك في البيت؟ إيه. يلا خلي لك يا رب. الله يسلمك يا رب. السلام عليكم. وعليك السلام. يعطيك العافية. أهلين وسهلين. بس سؤال، قديش ما صار لك ما شفت أمك؟ من 1990 توفت في الشام في مشفى ابن سينا. وكل واحد ما عنده ام الله يرزقه ام ثاني. أيوة. ان شاء الله تعالى وكل الله عام ان شاء الله وانتم بألف خير. الله يرحمها. والله شيء 20 يوم. 20 يوم. وين امك؟ حارم. حارم. انت ساكن هون؟ ساكن هون. ان شاء الله يجمعك في عمتك. الله يسلمك يا رب. يعطيك العافيه. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلين بالشباب. صار لي حوالي 20 يوم ما شفتها. لا. طيب ايش السبب؟ مشاكل الطرقات، هذا أول مشكلة. وبعد المسافة بتحب توصل لشيء لأمك؟ حب قل لك العام أنت بخير وانت سالم إن شاء الله. الله يفرجها على الجميع. تحب قديش صار لك ما شفت أمك؟ والله صار لي شي شهر. وصل لها كلمة بمناسبة قرب عيد الأم؟ وصل لها كل عام وانتم بخير والله يفرج علينا والأمة الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله منتقل من قريب. إن شاء الله يا رب. أعطيكم العافية. أنا الحمد لله رب العالمين. أمي معي. أمك معك. إيش قصة لك ما شفتها؟ صار لي نص ساعة. نص ساعة. إيه. تحب توصل لها تقول لها شيء بمناسبة عيد الأم؟ ألف مبروك وبهمنا الرضا. بهمنا الرضا وبتضل إن شاء الله تاج على رأسنا. الأم مدرسة. إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. قديش صار لك ما شفت الله يرحمه. الله يرحمه. امين. حضرت جاه النبي. الله يبعث لنا الختام بجاه النبي وتجني. امين يا رب. الله يسلمك. قديش صار لك ما شفت امك؟ بالصبح. تحب توصل لها شيء تقول لها شيء بعيد بمناسبة قرب عيد الام؟ الله يخلينا اياها والله يخلي جميع امهات امه محمد. والله بجاه النبي يديم الصحه والعافيه لكل امهات الاسلام يا رب. امين. عشان يعطيكم العافيه. قديش صار لك ما شفت امك؟ شو بتوجه لها رساله بمناسبه عيد الام؟ هذا هي امي قدامي. بوجه لها رساله الله يخلينا اياها وكل عام هي بخير وان شاء الله بتضل فوق روسنا. صار لي تقريبا شي سنه ما شفتها لانه انا نزحت بمكان وهي بمكان. وبوجه لها واقول لها كل عام وانت بخير وان شاء الله العمر كله. السلام عليكم. أعطيك العافية. هاي الله يعافيك. بمناسبة قرب عيد الأم، قديش صار لك ما شفت أمك؟ سنة. سنة؟ إيه. طيب إيش السبب؟ أنا من حمام مهجر. مهجر من حمام. إيه. طيب بتحب تقول لها شيء كلمة توصلها رسالة بمناسبة قرب عيد الأم؟ الله يطولنا بعمره ويحميها. آمين يا رب. أعطيك العافية. السلام عليكم. يعطيك العافية. بمناسبة قرب عيد الأم، قديش صار لك ما شفت أمك؟ الحمد لله كل يوم بشوفها وماني مستعد يعني اطلع لبرا حتى ما اشوفها. طيب شو بتوصل رسالة بمناسبة قرب عيد الأم؟ إن شاء الله تتم سالمي.
والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. قد يصل لك ما شفت امك؟ الصبح بتوصلها رسالة بمناسبة قرب عيد الام. هلا بالنسبة لعيد الام ان شاء الله سبحانه وتعالى كل يوم في عيد ام يعني. والام مدرستهم اذا اعدتها اعدتها شعبا طيبا لعراقي. فالام سبحان الله يعني كل يوم عيد لها. نحن ما بدنا نتقيد يعني نقول عيد ام ما عيد ام لانه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدي بالنسبة للاي كونها هيك يعني العالم سنت هاليوم هذا ان شاء الله امهات المسلمين كلياتها هيك بخير وسلامه وصحه وان شاء الله الله يفرج على سوريا بجاه الامهات هيك في كل هالدنيا ان شاء الله يا رب. يعطيك العافيه. الله يعطيكم العافيه ويجزيكم خير. انت يعني من شهر نص ساعه. طيب شو بتحب تقول لها بمناسبه قرب عيد الام؟ من حب يعني من قلها كل شيء يعني كل عام وانت بخير يعني وهيك شهر عيد سعيد وهيك شغلات. تحب تقول لها شيء لأمك مناسبة عيد الأم؟ شو بدي أقول لها؟ إنه تعيدها كذا. عم طلع هيك بعد أربع سنين ما شفتها شو بدي أقول لها؟ طيب شو السبب يعني متوفي الله يرحمها؟ السبب هالوضع هاد. طلعنا من حمص لهوني على أساس هوني أخيو إنه يعني نحب بعض ومن هالحكي هاد ما نعم أشوف شيء خارس. يعني وأنا تم هناك عند أمي كان أحسن بكتير. أو لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله القريب الله بيجمعك فيها يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. يعطيك العافية خاي. قد إيش صار لك ما شفت الماما؟ ما سبت عيد الأم. شو؟ قد صار لك ما شفت أمك؟ كل يوم شوفها. طيب تحب توصل لها شيء تقول لها رسالة بمناسبة عيد الأم؟ لا. السلام عليكم. يعطيكم العافيه يا شباب. بمناسبة قرب عيد الام قد ايش صار لك ما شفت الماما؟ والله كل نهار انا وياها. طيب تحب تقول لها شيء بمناسبة عيد الام؟ لك بنقول لها بنقول لك كل عام انتم بخير وبنقول لها ان شاء الله بتضلي فوق راسنا وبس. ايش بدنا نقول لها اكثر من هيك؟ يعطيك العافيه. السلام عليكم. قد ايش صار لك ما شفت الماما؟ والله الوالده متوفيه الله يرحمها. طيب بتحبك توصل لها شيء كذا؟ الله يخلي كل الامهات الطيبين ويرحم الامهات الميتين وكل واحد عنده أم يدير باله عليها. امين يا رب. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. يعطيكم العافيه يا شباب. هلا. بمناسبة قرب عيد الام قد ايش صار لك ما شفت امك؟ والله من امبارحه. بتحب تقول لها شيء بمناسبة عيد الام؟ الله يبقلها. الله يعطيك العافيه. انت امي ربيتينا وتعذبت فينا بدينا ببطنك 9 اشهر. الله يعطيك العافيه. قد ايش صار لك ما شفت ماما؟ والله امبارح كمان. تحب تقول لها شيء توصل رساله بمناسبة عيد الام؟ والله الله يوفقها ويحميها من كل شر وان شاء الله يوصل لك الخير. الام كل يوم عيد ام عنا نحن. ما في عيد ام مختص او شيء، هذا عيد الكفره. نحن عيد الاسلام نحن عيدنا. مشكرة كثير. اهلا وسهلا. قد ايش صار لك ما شفت امك؟ شو توجهها رساله بمناسبه عيد الام؟ صار لك 3 سنين ما شفتها. بدي اقول لك كل عام وانت بخير والله يديمها فوق راسنا. ان شاء الله كل سنه وانت سالم. وان شاء الله مع الايام الجايه الله يجمعنا سوا. يعني شفتها قبل قليل تقريبا. أمهات الشهداء في سوريا كل عام وأنتن منتصرات وشامخات وظافرات، وإن شاء الله نلتقي في العيد الأكبر وهو سقوط نظام بشار الأسد. والله 3 أيام. إيش بتوصل رسالة؟ أشو رسالة كل شيء لأنه هي كل شيء طبعا. إيه الله يطولك بعمرها. الله يطول بعمرها ويديمها فوق راسنا. يعطيك العافية. السلام عليكم. شو خاي؟ طيب بمناسبة قرب عيد الأم قد ايش صار لك ما شفت أمك؟ والله كل يوم ما بشوفها أنا. طيب بتحب توصل لها رسالة بمناسبة عيد الأم؟ ايش بدي أوصل لها؟
يعني رسالة شكر إلا كل عام أنت بخير بس والله يطول بعمره مي والله من زمان تقريبا يعني شي سنة وهي محاصرة وين محاصرة؟ محاصرة بالخطة ماشي يعطيك العافية صار لي ما شفت أمي تقريبا شهر طبعا شهر بالرباط واحنا الرابط بوجه لها رسالة انها تدعينا تدعي لأخواني المجاهدين لحتى نقدر نحرر سوريا من رجس عصابات الأسد وكل من ولاهم